سجل البحرين للسرطان هو سجل وطني يشمل جميع حالات السرطان للبحرينيين والمقيمين في مملكة البحرين، حيث أن مكتب المراجعة الطبية متمثلاً بوزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن تسجيل حالات السرطان في مملكة البحرين، وذلك بتوجيهات ومتابعة من سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة. من أهداف السجل الوطني تجميع قاعدة بيانات دقيقة عن حالات السرطان في مملكة البحرين ورصد اتجاهات المرض من أجل تحديد أولويات مكافحة السرطان وعلاجه، بالإضافة إلى تزويد الباحثين والأطباء بمعلومات عن عدد وأنواع حالات السرطان. يعزز السجل الوطني مبدأ الشراكة المجتمعية مع المستشفيات الحكومية والخاصة في المملكة المتمثلة في مجمع السلمانية الطبي، مركز البحرين للأورام بمستشفى الملك حمد الجامعي، ومستشفى قوة دفاع البحرين، بالإضافة إلى المستشفيات الخاصة التي تقوم بتزويد السجل بالمعلومات. تم تحديث آلية التبليغ عن حالات السرطان من مكتب المراجعة الطبية بوزارة الصحة بالتعاون مع مستشفى قوة دفاع البحرين لضمان جودة وصحة البيانات في السجل الوطني، حيث يتم إرسال قائمة ببيانات مرضى السرطان بالشكل دوري لمكتب المراجعة الطبية. يستقبل مركز البحرين للأورام حالات السرطان المحولة من مختلف المستشفيات الحكومية والخاصة في البحرين بعد مناقشتها وتوثيقها ووضع الخطة العلاجية في المجلس الوطني البحريني للأورام. وينسق المجلس الوطني للأورام مع مكتب المراجعة الطبية في وزارة الصحة من أجل تحويل كامل البيانات وحفظها في السجل الوطني للسرطان. يتم فحص البيانات وتحليلها باستخدام برنامج كانريك 4، حيث يتضمن البرنامج وحدات للقيام بإدخال البيانات ومراقبة الجودة. تم التعاون مع مجمع السلمانية الطبي بانتداب مسجل أورام لتسجيل جميع حالات السرطان باستخدام التصنيف الدولي للأورام ICD-03، ويتم التدقيق على جودة هذه البيانات من قبل الوكالة الدولية لسجل السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية. كما يقوم السجل بمراجعة القائمة السنوية بالوفيات الناجمة عن السرطان وقوائم المرضى الذين يتلقون العلاج بالخارج ليتم التأكد من تسجيل جميع حالات السرطان. يقوم مكتب المراجعة الطبية بإصدار كتب دورية عن معدلات الإصابة بالسرطان في مملكة البحرين لكي تكون المرجع لصناع القرار وواضع الاستراتيجيات الصحية من أجل توثيق أنماط المرض وقياس عبء السرطان وتقييم اتجاهات الإصابة بالمرض.